طيب نعمل مع بعض بقى دلوقتي الوصفة التانية اللي هي اسمها البالمير. البالمير ده بيتعمل من الباف بيستري، من عجينة الباف بيستري وسكر وزبدة، بس الثلاث مكونات دول. أول حاجة هعملها هبتدي ان انا افردها، افرد العجينة. بنحط دقيق كويس عشان ايه ما تمسكش معانا، ما تلزقش قصدي على الرخامة. ومهم ان احنا نكون يعني مخرجينها بقالها يعني مش فترة طويلة من الفريزر. هبتدي بس احط شوية دقيق برضو من على الوش، احط زيادة برضو احتياطي، لان لو قعدت برا الفريزر كتير بتبتدي تبقى سايلة جدا جدا وصعب الشغل بيها. ببتدي بقى ان انا افرد. خلاص كده هي تقريبا اتفردت. طبعا احنا بنفردها في اتجاه واحد، ما بنعجنش فيها خالص ولا بنغير فيها، لان هي بتبقى طبقاتها فيها في خلاص مرصوصة في اتجاه واحد فوق بعض. خلاص هنعمل ايه بقى؟ انا بس هشيل الزوايد اللي معايا علشان ايه تبقى كلها شكلها مظبوط وسليم معايا. اي حاجة زيادة كده هشيلها. دول يتلفوا عادي جدا على صوابع جبنة مثلا، حلوم، على اي حاجة ينفع، مفيش مشكلة، عشان ايه ما ترموهوش. مش لازم بالظبط قوي بصراحه، مش هيبان لما يجي يتلف. تمام كده هنعمل ايه بقى؟ احنا معانا الزبده، المفروض الزبده دي سيحناها. هبتدي افرد على الوش بالشكل ده وهرش عليها سكر وروح قلبها عشان هي بتبقى كلها حوالين داير عليها زبدة وسكر. بأكد بس ان كله اخد معايا كفاية، وببتدي انزل بقى حبة سكر حلوين جدا. ده اسمه البالمية. بيتباع بره غالي بصراحة. ليه اسم غريب جدا في الألماني بصراحة، غريب جدا، اسمه بالألماني شباين أوغن. مش مهم مش مهم، بس حتى تعجب هو ليه اسمه كده. هو ماشي دي ترجمة معينة بس يعني. الألمان عندهم دايما دقة كده في الشرح بزيادة، بيحبوا يبقوا عندهم دقة زيادة. طبعا بنحاول نشيل بس الدقيق كويس زي ما انا مسحت، بس احسن يبقى اكتر يعني نبقى مراعيين، بس ما يبقاش فيه دقيق كتير لازق على قد ما نقدر، عشان ايه حتى ممكن بفرشة لو حابين يتشال الاول. خلاص ببتدي برضو انزل عليه السكر. الزيادة هينزل، بس هنحاول نعملها طبقة حلوة كده عشان هي لما تبرم هنبرمها هنلفها، مش عايزينها تلزق في بعضيها. احلى حاجة فيها طبقاتها انها تبين. خلاص تمام كده.
هنبتدي بقى نعمل ايه؟ عندنا حلين، يا اما نلفها من هنا لهنا يعني من ناحيتين كده، او من الناحيتين كده على بعض. لو من الناحيتين دول على بعض هتبقى ايه، البرمة بتاعتها ممكن تبقى اصغر، يعني ممكن تبقى برمتها اصغر. لو من الناحية دي هتبقى اكبر، هتبقى كبيرة كده، فحسب ايه كل واحد حسب ما يحب. انا هعملها من الناحية دي تبقى البرمة اصغر معايا. بأكد بس تاني معاكو ان لازم الباف بيستري العجينة تكون ساقعة معاكو، لو دفيت هتبقى زي اللبانة وتقعد تلزق وتضايق جدا، مش هتعرفوا تشتغلوا بيها خالص. ببتدي كده اتجه لغاية النص تقريبا، ومن الناحية التانية نفس القصة، على قد ما نقدر تبقى البرمة ضيقة ما تبقاش واسعة عشان تدينا شكل حلو. والوصفة دي تعتبر برضو بثلاث مقادير فقط، باف بيستري بنشتريه بيبقى عندنا في الفريزر وبس، بنحط الزبدة والسكر خلاص. تبتدي تلفهم بقى، نضمهم على بعض. تمام كده جدا. هنعمل ايه بقى؟ هروح شايله بس الايه، الحته اللي هي الشكل ده زيادة، وابتدي بقى انا اقطع وهيديني الشكل. شايفين ده؟ هنحطه بقى على ورقة الزبدة ويخش الفرن عشان ايه، يبتدي يفتح ويدينا الشكل الحلو جدا. زي ما احنا شايفين وصفة بسيطة وسهلة قوي قوي قوي، على ورقة زبدة بالشكل ده. شايفين شكلهم حلو ازاي؟ ببعدهم شوية عن بعض عشان دول لسه بيفرشوا. وندخله الفرن على 180. جميل جدا جدا. هكمل لسه الباقي ده. شايفين شكلها جميل قوي ازاي؟ تحفة. تفرجوا عليها بقى وهي في الفرن، لازم تتفرجوا عليها وهي في الفرن، بتروح نافشه، بيبقى شكلها رهيب اثناء الايه الخبز، بتغير شكلها كده وبتبتدي تورق، فتفرجوا على شكلها دايما وهي في الفرن. هدخلها دلوقتي على 180.